احنا بنوجه تحية لكل المجاهدين بفلسطين بالداخل، بنوجه تحية لكل المجاهدين بلبنان. انها فرحة لا تصدق، انها فرحة لا تصدق. فعلا كان في بعض الناس كان عندها معنويات ماتت، اليوم معنويات الشعب الفلسطيني كلها فوق، وان شاء الله بتدلى كل معنويات الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني كلها عالية فوق بإزالة شارون وعصاباته والمتخاذلين مع شارون وبعض الدول المتخاذلة مع شارون السفاح. على مسلم مسلم سوف يأتي قريبا وقريبا جدا. وها هي وها نحن اليوم نفرح ونستبشر بهذه العمليات البطولية التي قام بها أبطالنا أبطال فلسطين.